يعني ريحة عسل عسل. بشم حالي قاعدة يا قطة. جماعة زي ما انتو شايفين انا صلي فترة عم بتوحم على دوالي ويلنجي، وشوفوا شو اجاني من جنة عمان. ما احلاكم فخارة يلنجي، متحمسة اجربها. هذا هو اليلنجي الصح، حامض وكثير هيك زيت الزيتون مبين طعمه خرافي وملوحته ممتازة. تقييم 10 من 10. رح اصير اعمل تقييم لمحلتي يلنجي هاد بشهر. اسمعوا هلا انا حاليا في مشاعر ما بعد الساعه 12 وحابة احكي لكم اشي قبل ما انام. بس حابة احكي شكرا لكل حدا عم بدعمني بكلمة حلوة، بكومنت لطيف، بفولو، بسبسكرايب، بكل هاي الشغلات. جد شكرا لكم، لولاكم انا ما كان وصلت لهون. والطاقة اللي بتعطوني اياها مش طبيعية، بتخليني بدي دائما اعمل الاحسن، اورجيكم الاحسن وتكونوا فخورين فيي. فبس حابة احكي لكم انا بحبكم كثير وشكرا لكل اشي عم تعملوه. وأسفة كثير انه انا ما عم بنزل كثير على انستغرام او بحكي معاكم اكثر، رح احاول ارجع اصير اكتف اكثر، بس بكون والله وقتي كثير فل من الصبح لليل، فيدوب اقدر اني صباح الخير يا حلوين. ان شاء الله يا رب يومكم يكون حلو. عدت هاي الستوري اربع مرات اربع مرات وبس والله صباح الخير.